نتبع احيانا طرق كثير، بان كان نظام الغذائي الجدا قاسي، ان كان النظام الغذائي خلينا نقول المعتدل، نلعب رياضه، بنروح نوادي، ولكن احيانا بنفشل. ولكن الاطباء ودراسات كثير عملوا وقالوا انه رياضه المشي هي من اهم الرياضات اللي ممكن تساعد بنحت الجسم والحصول على قوام رشيق. شو رايك يا عفاف؟ والله لسه ما جربت، بس انا بحس المشي كثير مهم للنفسيه ولتحسين المزاج اكثر، يعني خصوصا تفريغ طاقه اكثر. يعني ايه تفريغ طاقه اكثر، يعني انا بحسه، يعني ما مشيت مشان الرشاقه، مشيت مشان التحسين النفسي وازاله الاثار النفسي كثير اكيد يعني، والاكتئاب كثير بيساعد على هذا الموضوع. وكثير اشخاص ممكن كمان تلجا للمشي كلايف ستايل بحياتها، انه انا اذا ما مشيت كل يوم ممكن احس في شيء ناقصني او يومي ما اكتمل، فلازم امشي شو ما كانت الظروف، إن كان شمس مطر تلج. رح نحكي عن فوائد المشي أكثر، إن كان جسديا ونفسيا، مع الكوتش هديل سعيدي. سعد صباحك. صباحك يا رم. سعد صباحك كوتش. صباحك. قالت عفاف اليوم بنعرف نحن وقت المدي خلقنا بنطلع بنمشي بنغير جو كآبة، قال يعني اليوم شعب السوري كله عم يمشي كآبة ومواصلات، يعني غلاء مواصلات. بداية خلينا نحكي عن الوقت المفضل الأفضل يعني جسديا صحيا لساعة المشي. في ناس بتفيق الصبح بتلاقيها بالشوارع، في ناس لا على غياب الشمس. هلا هي ما في وقت محدد للرياضة، يعني هون أنا بيجي حسب، ما فيني أنا أجبر اللاعب أو المتدرب أو الشخص إنه يروح يمشي الصبح، لأنه في أغلب العالم ما بتفيق الصبح، فأنا هون بيجي حسب رغبة الشخص إيمت هو بيحب يمشي، يعني عندك عالم عندها فضات المساء بتطلع بتمشي الصبح، هون بتيجي حسب يعني رغبة الشخص بأي وقت هو بده، يعني دائما بنخلي الرغبة للإنسان هو. إحنا دائما نقول إنه الفيق الصبح والمشي إنه هي الساعات الأولى. إيه فيكي تمشي المساء؟ لا إنه أفضل بتعطي نتائج أفضل. هلا هي للأفضل الصبح أفضل شيء، لأنه بتحرقي أكثر وبتكون على معدة فارغة. بس بينما إنه بكل الأوقات أنا فيني أمشي، مو حصرا الصبح. يعني هي الصبح صح مفيدة، بس عندك أغلب العالم ما فيها تفيق الصبح، ففيها تمشي المساء كمان. كل وقت يعني كله له فائدة، كل رياضة إلى فائدة، كل الأوقات ما فيني حدد وقت محدد يعني. يعني فينا نقول انه اكثر نتائج ممكن تكون اذا للسرعه انا بدي النتيجه، اذا انا عم امشي مشان حرق الدهون بدي النتيجه بسرعه، لازم اكون امشي الصبح اكثر ممكن. ايه طب خلينا نحكي امتى ممكن يكون نحكي نفسيا ولا جسديا، خلينا نحكي جسديا اكثر عن حرق الدهون. امتى بيكون للمشي ما له اي جدوى او اي فائده، وقت انا بكون عم امشي لحتى احرق دهون. تمام. هلا انا ما في رياضه بالعالم انا بلعبها وما بستفاد، بس في هون المتدرب يا بده يكون عنده نظام غذائي بيلتزم فيه، يعني انا شو ما لعبت رياضه اذا ما كان في نظام غذائي انا ما بستفيد شيء. شو الاحباط اليوم يا خلينا بنحرق من هون وبناكل مو بدك تستفادي، فلازم انت يعني واحد يسكر تمه بيستفاد. انا هي قاعدتي بالحياه، سكر تمك تستفاد، مجبورين. فالواحد لو مش لو عمل مشي ان كان الصبح او المساء اذا ما كان في عنده نظام غذائي ما بيحرق دهون كثير. هون انا ما بيكون عندي لو انا مشيت ساعات طويله، لانه انا عندي اذا بمشي مثلا 30 يعني 30 دقيقه انا بحرق 150 كالوريز، فانا هون لازم انا اتحكم بكميه الاكل اللي عم تفوت على جسمي. انتم بتعوضون 300 حراره فيها 300 تخيل، يعني عم تمشي كل هالوقت كرمال 150 حراره بتحرقيها بوجبه، يعني يا ريت تشبعي منها بالنهايه. شايفين يعني فزيد المعدل. تمام. فانا هون بدي اتحكم بطبيعه الاكل اللي عم تفوت على جسمي، اعرف امتى العب رياضه، اعرف كم يعني انا بدي هون انا بدي قررت اعمل مثلا ريجيم او رياضه، انا بدي اعرف شو عم يدخل على جسمي وكيف بدي احرق. انا هون هي معادله بسيطه بتصير، انه انا شو عم بدخل وشو عم خرج، فهون انا هون بلاقي نتيجه. انا امتى ما بلاقي نتيجه؟ قلت لك اذا ما تحكمنا بكميه الاكل اللي عم تفوت على الجسم. اذا كان عندي اصابه هون بدها تكون طريقه المشي طبعا ما انا كثير صحيه، لانه في عندي انا اصابه هون بتكون كثير مضره للجسم، هون انا ما بستفيد منها. هلا هي تعتبر المشي من الرياضات الهوائيه، يعني انا في يعني شو يعني هوائيه؟ يعني جهد قليل، يعني مثلا غير اللاهوائيه مثل مثلا الاجهزه الايروبيك هذول كلها
بتتطلب جهد عالي، فهون ما بيكون إلى جدوى. صحيح، وخاصة أحيانا نشوف يعني تمارين المشي بتبلش بطيء أسرع في معدلات اليوم، لحتى اليوم نحن نحصل على نتيجة إيجابية بموضوع المشي، يعني في سرعات اليوم نحن مفروض نتقيد فيها؟ طبعا هلا المشي البطيء غير المشي السريع. المشي البطيء بتحرق كميه قليله، بينما قلت لك المشي السريع انا اذا بدي اعمل جري فانا ب 30 دقيقه بحرق 150 سعره حراريه، بينما انا عم بمشي بطيء ما بحرق 85%. ناح ناحيه بسكوت هي تعتبر ايه. فانا هون بتختلف طبعا المشي البطيء عن المشي السريع، هي فوائدها الاكبر انه اعمل انا جري مشي سريع الهرمونات نوع بالمستويات. ايه طبعا يعني انا اول شيء بدي، ما فيني انا اول ما اطلع من البيت امشي يلا ركض، لا بدي امشي شوي بعدين كبر السرعه، خلي المستوى الجهد عندي عالي، كل ما بعلي كل ما بيكون احسن وبستفاد اكثر. هلا نحن حكينا ايجابيات وفوائد كثير للمشي وما ضل شيء يمكن ولا عيبه صغيره عن المشي. طب انت انا فيني ما اكتفي بس بالمشي، ضيف عليه رياضات ثانيه، امتى المشي لحاله ما بيكون كافي؟ هلا شو هي الحالات ان كان نفسيا وجسديا؟ تمام، هلا كل الرياضات نفسيا وجسديا ممتازه للجسم، بتعطي طاقه، بتعطي يعني بتعطي الواحد طاقه ايجابيه، بتعطي طاقه وحيويه. فانا هون ما بلجأ للمشي بحالي وحده، قلت لك اذا كان عندي اصابه مو ما بلجأ للمشي، المشي ما بيكون كافي. شو هي الحالات يلي لازم نضيف عليها رياضات ثانيه غير المشي؟ تمام، هلا انا اذا بدي احرق سعر حراري كثير فانا هون بدي ادخل رياضه ثانيه، لانه قلت لك الرياضه المشي هي رياضه هوائيه بتتطلب جهد قليل، بينما الرياضات الثانيه جهدها عالي. فانا هون بكون بدي لما احرق سعرات حراريه اكثر فيني بلجأ لرياضه ثانيه. يعني انا مثلا وزني لنفترض 90 او 60، انا هون بدي نزل مثلا 10 ل 15 كيلو، انا هون بدخل برياضه ثانيه، فوت برياضه ثانيه منشان احرق اكثر. لانه نحن مثلا عندك ان كان الاجهزه او الايروبيك او الزومبا، هي كلياتها بتتطلب جهد عالي، فهي كل هاي الرياضات هون انا ما فيني بس اكتفي بالمشي، بدي ادخل برياضه ثانيه منشان احرق اكثر. بينما الواحد هي المشي يعني احرق شو، اكتئاب ولا كل شيء؟ اكتئاب، دهون، كالوريز، كل شيء. فهلا نحن المشي اكثر شيء انا بفضله للكبار، يعني الواحد اذا كان شباب والصبايا تلجأ لرياضات فيها جهد عالي منه منشان تستفاد وتعطي لياقه. المشي بيعطي لياقه بس مو مثل اللياقه اللي بياخذها، تمام، مو مثل اللياقه اللي بياخذها بالرياضات الثانيه. فانا هون بيكون هيك كنا الأعمار الكبيرة تانية. اليوم نحن عم نروح للفوائد الطبية أكثر من الفوائد الرياضية، إن كان بعدنا اليوم عن القصص الرياضة، عم نروح لصحة القلب، الأوعية، الرئتين، ونشوف كثير اليوم أعمار كبيرة عندهم طاقة كثير حلوة. طيب خلينا نحكي، كثير أحيانا الشباب والصبايا بيقول لك أنا كثير كل يوم عم بمشي وكل يوم عم بطلع وعامل حمية غذائية عم بمشي عليها وعم كتر سوائل. يعني أنا اليوم حدا ملتزم بالحمية وبمشي رياضة بس أنا عندي ثبات بوزني، اليوم شو بيكون هذا السبب؟ هلا ثبات الوزن بيكون عدة أسباب، يا أما بيكون عندك كمية الحرق قليلة، يعني أنا ما عم بعرف كيف دخل وخرج الكالوريز، يعني أنا مثلا عندي بدي أحرق لازم 150 سعرة حرارية باليوم أنا ما حرقتها، فهون أنا بضل عندي ثبات الوزن. طبيعة الأكل، الأكل البروتين، كمية السكر اللي بتفوت الجسم، هون بيصير انا عندي ثبات بالوزن انا ما بنزل، او مثلا عدم الانتظام بالرياضه، يعني يوم بلعب يوم ما بلعب، انا هون بيصير عندي ثبات. احيانا الفيتامين د بيعمل ثبات بالوزن طبعا، يعني هو اغلب يعني يا بيثبت الوزن يا اما يا بي. فدائما احنا يعني اول استشاره طبيه بيقولوا لك ساوي التحاليل ونرجع نقدر نشيك على الوضع. والغده كمان، والغده يعني في كثير قصص. صحي طبعا، الفيتامينات بتلعب دور مهم والغده بتلعب دور مهم، اذا كان في زياده او فرط فهي كمان بتلعب دور مهم. طيب اليوم للاشخاص يلي عندهم غده تمام وعم يعانوا من انقاص وزن او حرق الدهون اللي عندهم، او خصوصا اذا كانوا فوق سن ال 30 اكيد رح تخف نسبه انه ينزل وزنهم ان كان في غده وان كان ما في غده، شو ممكن الطريقه المناسبه لحتى تنصح هدول الاشخاص يلي عندهم غده وما
عم ينزل وزنهم بسهولة أو بصعوبة كتير كبيرة، شو بتنصحيهم لحتى يعملوا؟ هلا اول شيء يعالجوا الغده، ثانيا الغده ممكن تكون مزمنه عندهم ما عم ياخذوا مثلا، هلا هي مع العلاج علاج تمام مع العلاج والمتابعه بالرياضه والالتزام بالنظام الغذائي بلاقي نتيجه. يعني موضوع الغده دائما يعني ببعض الحالات كورتيزون بيكون موجود، فاليوم عدو جسمك، يعني انت اليوم رحنا لموضوع صحي طبي. هلا انا هي صارت معي يعني موضوع يعني انه بتاخذي الكورتيزون انا صارت معي موضوع الكورتيزون وقفته فجاه امس منت كثير. فانا هون شو اول شيء فورا تبعت نظام غذائي، يعني انا خلص بوقف كل شيء بس باكل مثلا بروتين، يعني بدخل انا بعمل نظام غذائي صحي بلتزم فيه وبلعب رياضه. فانا هون برجع على الوضع اللي انا كنت فيه، يعني انا بطلع بدك هي فتره بدك فتره طويله ما فورا ليطلع الكورتيزون، يعني بدك شيء 4-5 شهور ليطلع من الجسم. هلا حسب طبيعه الجسم يعني وبس التزم انا بلاقي نتيجه. يعني هي صارت عن تجربه شخصيه، يعني انا موضوع الكورتيزون بس التزمت بنظام غذائي ورياضه انا بلاقي نتيجه فورا. طيب بدون هون ما يكون في كورتيزون، خلينا شوي ندلل هدول الاشخاص اللي عم يعانوا، ممكن يكونوا كبار بالعمر شوي فما فيهم يلتجئوا لرياضات قويه او حتى يمشوا بسرعه، ممكن يمشوا كل يوم مثلا مشي شوي بطيء بسبب انه المفاصل صح. عندهم مزياده بنفس الوقت بدهم ينزلوا وزنهم وعندهم غده، فهمتي علي؟ كيف ممكن هون؟ ممكن المشي شوي شوي يساعد بحرق الدم؟ ايه طبعا قلت لك اذا بيكون في نظام غذائي ومشي مثلا بما انه عنده موضع صحي او عنده مثلا اصابه صحيه، فانا هون المشي بيكون كثير منيح حتى لو بطيء لانه هو لحاله الجسم لو كان انه عندك مثلا تعب او ارهاق او مثلا ضغط نفسي او اي مرض، كل ما لعبتي رياضه انت بتاخذي لحالك طاقه، يعني بصير لسه بدك يعني لحالك بتزيدي الجهد شوي، فهون انه بلاقي نتيجه لو انه طوال بس بلاقي نتيجه فوريه. طب كوتش سريعا ذكرتي كثير موضوع النظام الغذائي، خلينا هيك نعدد تعدادات سريعه اليوم، شو هي اهم الحصص الغذائيه المفروض تكون موجوده بيومنا وما وبتساعد على عدم ثبات الوزن؟ اول شيء بدك تدخلي البروتين، النشويات بكميات قليله، النشويات بكميات قليلة، بدك تدخلي عندك الفواكه كتير منيحة للجسم، هون بتاخدي هون سكريات طبيعية مو سكريات مصنعة، الكارب هون بعد عنه يعني الكارب هون بعد عنه لأنه أبدا مو منيح. ايه هوني بس انا التزمت فيهم لهدول الكربوهيدرات وبلتزم بثلاث عناصر غذائيه هون كثير انا بلاقي نتيجه. هلا صعب نبعد عن الكارب لانه كله عم يتفشش بالشيبسات والبوشار وهي القصص، ما عم يتعشى بس عم ياكل هي القصص. هلا مره بالاسبوع ما بيأثر مرة يعني عصبوا بس مرة. اوكي طيب نصائح هيك لكل الاشخاص اليوم مرافقين بخصوص فقرتنا لليوم وهي رياضة المشي، شو بتحبي تقولي اليوم لكل حدا مرافقنا؟ يعني انا بتمنى كل انسان قاعد وما عنده شيء يلعب رياضة، يمشي، يخلي الرياضة جزء من حياته لانه الرياضة هي معروف رياضة حياة، بتعطيكي طاقة ايجابية، بتعزز الثقة بالنفس. فانا خليني العب رياضة لو انه ببتعد شوي عن مشاكل هالحياة شوي. يعني بالمختصر خلوا الرياضة لأستايل عندكم. تمام بدنا نشكر وجودك معنا أكيد وخلص وقتنا معك وشكرا لكل النصائح اللي قدرت. شكرا كوتش وأكيد بالصحة والسلامة للجميع، ودائما هيك احنا نحاول خلال صباحنا نضوي على جميع الفوائد الرياضية الصحية والنفسية، واليوم هيك صرنا نضوي أكثر عليها بسبب تفريغ الطاقة. اليوم نحن بحاجة لأي شيء يبعد عننا الطاقة السلبية، فرغ طاقاتنا السلبية الموجودة بالحياة وبعدنا عن مود الكآبة شوي. شكرا كوتش وإن شاء الله هيك هذا اليوم يحمل الخير للجميع. نهار سعيد لك.